بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا عرب عمرو الدوني معاكم اربك اتش دوت كوم طبعا النهارده عايزين نتكلم على بلجنز مهم جدا بريس طبعا مش هيبقى هو البلجن الوحيد لورد بريس او للجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاي كوميرس e او الشوبينج كارت او المتجر الالكتروني طبعا بس هو بيعتبر من اشهر البلجنز اللي موجود طبعا في تحديات كبيره بينه وبين يعني احنا لو هنتكلم النهارده هنتكلم على وو كوميرس بس طبعا وو كوميرس جاي مع اي e كوميرس طبعا في في تحدي بينهم كبير وفي طبعا حاجات كتير قوي ممكن انت تكتب على جوجل مثلا شوبينج كارت بلجنز ووردبريس هتلاقي في حاجات كتير قوي ظهرالك طبعا احنا هنتكلم على وو وهنبص على الاوبشن بتاعه كبير طبعا لو بصينا هنلاقي في ديفلوبر كتير شغالين على ووردبريس بقالهم زمان بس بيجي لنقطه المتجر الالكتروني او الشوبينج كارت ويجي يقولك لك لا انا مش انا مش هشتغل عليه لان انا مش عارف له مش وخايف اشتغل عليه طبعا هو الاوبشن بتاعه كبير مش هقول لك ان هو صغير لا الاوبشن بتاعه كبير مدي لك امكانيات كتير فالاوبشن بتاعه كبير فطبعا في حاجات كتيرة صعبة لازم تاخدها مرة واثنين وثلاثة واربعة على اساس ان احنا نبدأ نشتغل عليه صح وبعد كده بعد ما بتبدأ تشتغل عليه صح باك اند عايز اشتغل عليه ستايل الحاجات دي كلها طبعا احنا مش هنبص على جزئيات الاستايل لان طبعا الباك اند هيبقى كفاية قوي ان احنا نبدأ نشتغل عليه طبعا احنا هنبص النهاردة ان شاء الله على بداية البلوجنز وازاي ان احنا ممكن نسطب البلوجنز بتاعنا وازاي ان احنا ممكن نشتغل عليه وناخد الروح بتاعته على اساس ان احنا بعد كده لما نيجي المره الجايه نبدا نشرح الاوبشن بتاعه ما يبقاش صعب علينا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله طبعا هنا انا عامل زي ووردبريس فريش خالص لسه ما حطيتش فيه كلمه واحده طبعا لسه مسطبه الوقت حالا حاطط ده الباك بتاعي وده طبعا الفرونت اند طبعا في حاجات عايزه تتغير على اساس ان احنا عايزين نغيرها من الاول طبعا هنيجي ننزل هنا على السيتنج وعايزين ننزل هنا على البارما على اساس ان احنا طبعا مش عايزين نسيبها مارك بتاعنا او علامه علامه الاستفهام وبعد كده البوست بتاعنا رقم البوست لا احنا عايزين نخلي كاستم وهنيجي هنا ونقول ان احنا عايزين طبعا هنا ما ليش يبقى انا هاخد بعضي واروح كده اهو على الجزئيه دي بس هرجع تاني وهاجي بالكنترول وهاجي ادوس على الجزئيه دي علشان افتح تاب جديده وطبعا هاجي انزل هنا ادور اول حاجه على الكاتيجوريز بتاعتي طبعا هنا اول ما بتدوس على اللينك بيجي لك حاجات كتير قوي طبعا هنا عندك ازاي انت ممكن تشتغل على الجزئيه دي الكلام ده كله يبقى انا هنا الكاتيجوري بتاعتي واقول كنترول سي واجي هنا طبعا هعمل السلاش بتاعتي واحط الجزئيه دي وهعمل سلاش تاني على اساس ان انا عايز برضو البوست نيم الجزئيه دي كنترول سي وبعد كده يبقى انا خلصت الجزئيه دي لو احنا هنرجع هنا تاني وطلعنا فوق لازم اعمل سلاش في الاخر خالص يبقى نحط السلاش بتاعي وبعد كده هشيل دي خالص مش عايزها وهنيجي هنا وننزل تحت ونقول سيف تشينج دي طبعا اول جزئيه احنا بنتكلم عليها خالص لان احنا طبعا لو رحنا دلوقتي على ال الفرونت اند بتاعنا او الويب سايت بتاعتنا وعملنا ريفرش لينا طبعا انا هاجي هعمل هنا اه كليك على البوست الوحيد اللي عندي اللي هو هالو وورد وهنيجي نبص فوق هلاقي طبعا اسم الموقع بتاعتي وطبعا الكاتيجوري لسه طبعا ما فيش اي كاتيجوري لينا وبعد كده في الهالو وورد اللي هو اسم البوست بتاعنا يبقى احنا كده بدانا نبص لكل حاجه كويس طيب تمام احنا عايزين نغير الـ الـ الشكل بتاعنا الـ الخلفيه بتاعتنا شكلها مش حلو طبعا من اول الابديت الجديد اللي هو 3.8.1 على ما اعتقد ده الابديت بتاعه في في الباك اند ممكن نغير حاجات كتير طبعا انا لو رحت على يوزر على اساس ان انا هروح على يور بروفايل طبعا هنا بيجي لك الديفولت بتاعك ممكن هنا تغير الالوان زي ما انت شايف هنا بتغير الالوان بتغيره لبلو الكلام ده كله بتغير لكوفي مش عارف ايه الحاجات دي كلها طبعا مش عارف طيب احنا هنسيب دون اللي هو ميدنائت وهنيجي ننزل تحت كده اهو هنقول ابديت بروفايل احنا لو رحنا دلوقتي للفرونت اند بتاعنا هنلاقي طبعا اللون بتاعنا ده الثيم بتاعنا الجديد اللي هو 1410 القالب الجديد اللي عامله ووردبريس طبعا هو في شغل كبير قوي وطبعا آآ آآ اللهم صل على النبي واخد من اول الديسكتوب تابلت موبايل ريسبونسيف 100% بس طبعا عايزين نبص عليه طبعا هنا مش هينفع نغير اي الوان لو رحنا رحنا هنا على appearance ورحنا على customize هنلاقي هنا هو بيقول لنا ال -title بتاعنا ال colors اللي هي ال colors بتاعتنا اللي هو ال, ال color الكبير خالص الحاجات دي كلها طبعا انا مش مش جايه للجزئية الجزئيه دي بس انا مش عايز اغير الجزئيه دي بس طب يبقى انا هعمل كلوز دلوقتي وهروح على البلوجنز على اساس ان انا عايز ازود بلوجنز ليا لان طبعا الثيم دوت مش مديني امكانيه ان انا اغير له اللون طبعا هبدا العب في السي اس اس والحاجات دي كلها طب ما انا عندي بلوجنز ممكن يساعدني ان انا ممكن اشتغل على الجزئيه دي هروح هنا واقول هنا 14 colors ده طبعا اسم البلوجنز بتاعنا ونقول سيرش هيجي يطلع لنا هنا اول واحد هنبص بس على الديتيلز على اساس ان احنا بنتاكد ان هو وطبعا هبص هنا بس على السكرين شوت طبعا هو دون يبقى نقول انستول ناو لو رحت على البلوجنز بتاعي وبعد كده رحت هنا على اساس ان انا عايز اكتف عايز اكتف البلوجنز بتاعي يبقى انا كده اكتفت الاضافه بتاعتي او البلوجن بتاعي وبعد كده اروح على ابييرنس وبعد كده اروح على كاستمايز هنلاقي هنا في حاجات كتير يعني لو جيت هنا اهو هنلاقي هنا الكالرز بتاعتي جايه اللون ده واللون اللي هو الباك جراوند اللي احنا عايزين نبدا نغير للخلفيه وطبعا الباك جراوند كالر دي سيبك منها لان طبعا الجزئيه دي هي مش هتتغير هيتغير الجزئيه اللي جنبها فاحنا مش عايزين نعمل اي حاجه احنا كل اللي هنعمله كليكات طبعا احنا ممكن عايزين نغير اللون بتاعنا احنا لو جينا هنا احنا ممكن نغير اللون بتاعنا اه وهاجي اقول هنا سيف uh, بس انا طبعا مش عايز اللون ده انا هقول الوقت cancel على اساس ان انا عايز اخد الالوان لل بار uh, بتاعتي اللي موجوده في اللي موجوده اللهم صل على النبي لوردبريس نفسه طبعا احنا عندنا طرق كتيره ان احنا ممكن نشتغل على الشغل وان طبعا هنا احنا ممكن ناخد اللون بتاعنا من كذا طريقه طبعا احنا بيبقى عندنا كذا اكستنشن هنا على اساس ان احنا بنعمل كليكايه وبنعرف اللون بتاعنا او ممكن نروح على الفوتوشوب بتاعنا هناخد الفوتوشوب كده على جنب وهنفتح اي فايل فاضي ونقول هنا نيو وهنيجي هنا ونقول اي فايل باي حجم اي حاجه دي ما فيهاش مشكله خالص اهم حاجه ان احنا فاتحين فايل طبعا هعمل كليكايه على الـ على الكلر رينج بتاعتي او الكلر بيكر بتاعتي وهاجي هنا اهو جوه فوتوشوب هعمل كليكايه واعمل كليكايه وهسحب هسحب بره هسحب بره طبعا لو لاحظت فوق هنا اهو هتلاقي الالوان هنا بتتغير على نفس الشكل يعني انا لو جيت هنا على اللون دون يبقى انا كده طبعا انا دايس ومش سايب طبعا هنا اهو يبقى انا واخد الالوان كلها انا لو جيت هنا اهو هلاقي نفسي في نفس اللون ده كده اهو يبقى انا هاخد كده اهو واقول كنترول سي هعمل هنا اوكي وهروح اقفل ده بس شوية كده واروح على الكاستمايز بتاعتي وهنروح على الكالرز بتاعتنا تاني وهنروح على الكالر بتاعنا وهناخد اللون بتاعنا على اساس ان هو ده اللون اللي احنا عايزينه هنقول هنا آه خلاص كده تمام طبعا انا عايز اغير الجزئيه الثانيه بس طبعا مش هتبقى جايه دلوقتي طبعا زي ما انتم شايفين هنا اللون بتاعنا بس طبعا احنا عايزينه هنا اهو مش عايزينه هنا اهو احنا عايزينه هنا اهو كنترول في ونيجي نقول السيف تاني يبقى احنا كده غيرنا اللون زي ما احنا شايفين طبعا هنا انا اقول سيف خلاص كلوز بس طبعا هروح على الفوتوشوب تاني على اساس ان انا عايز اللون الاحمر ده كمان يبقى انا هعمل كده اهو ومن جوه كليكايه تاني واخدها على بره تاني يبقى انا كده اخدت اللون دون هعمل كده وكنترول سي اقول هنا اوكي يبقى احنا كده خلاص الفوتوشوب شكرا مش عايزين منه اي حاجه خالص يبقى انا كده لو رحت على الكاستمايز من اول وجديد ورحت على الكالر ورحت هنا اهو وغيرت اللون ده كده اهو كنترول في وطبعا هنا قلت سيف وطبعا هنا قلت كلوز وطبعا هنا رحنا على الهوم بيج بتاعتنا وعملنا ريفريش هنلاقي طبعا ان اللون بتاعنا اتغير نفس اللون اللي احنا عايزينه طبعا احنا بدانا نغير شويه حاجات زي ما احنا شايفين طبعا غيرنا اللون السايد بار بتاعنا بالـ بار الكلام ده كله غيرنا الـ الجزئيه دي بتاعت السيرش الهافر بتاعنا الحاجات دي كلها على اساس ان هو يبقى لون بتاعنا احنا احنا ممكن نغير اي لون بس احنا هنسيبه كده اهو عايزين نبدا نتكلم على ووكومرس طبعا ووكومرس لو رحنا على ووردبريس دوت اورك سلاش بلجن سلاش او بتدور على و uh, في نفس الجزئيه دي طبعا احنا عايزين نبدا نبص على الداونلود بتاعنا عايزين نبص على لاست ابديت امتى الابديت بتاعه قد ايه اشتغل ولا لا طبعا هنا تمام آه طبعا هنا اكيد بيقول لك على جزئيه معينه والكلام ده كله انا طبعا ما بصيتش على الفيديو بس احنا طبعا هنا ممكن نبص على الانستليشن بتاعنا ممكن نبص على السكرين شوت هو جايب لك الشغل ازاي الكلام ده كله وازاي ان انت ممكن تشتغل عليه الحاجات دي كلها طبعا انت ممكن تنزل من هنا الداونلود بتاعك على اساس ان انت بعد كده بتعمل له ابلود للفايل بتاعك او بنيجي ناخد الجزئيه دي كده اهو ونيجي نقول كنترول سي وهروح على الفايل بتاعي او البلجنز بتاعتي واقول هنا اد نيو واجي هنا واقول كنترول في واجي اقول هنا وهنيجي نقول هنا سيرش على اساس ان احنا هنلاقي طبعا اول واحد بالظبط طبعا احنا دايما بحب ان انا اتاكد ان هو ده البلجنز بتاعي لان طبعا في بلجنز كتير بتبقى جايه بنفس الاسامي والكلام ده كله طبعا هم الاتنين مليون ومش عارف كام يبقى هو ده السكرين شوت بتاعنا طيب تمام هو ده احنا متاكدين الوقت ان هو هو يبقى انستول طبعا اول ما هنيجي نعمل له انستول هياخد بس وقت شويه صغيرين لانه طبعا زي ما قلنا الاضافه او البلجن كبير فهننتظر ثانيه لغايه ما الداونلود يخلص طبعا هنا احنا لو بصينا دلوقتي هنلاقي طبعا هنا بيقول لك داونلودنج انباكينج uh, وبعد كده انستولنج خلاص Successfully تمام اكتف Plugins طبعا احنا هنا اول ما هناكتف البلوجنز بتاعنا هنلاقي في حاجات كتير اتغيرت اول حاجه هنشوف ان هي اتغيرت uh, لينا اللي هي التول بار اللي فوق خالص هنا بيقول لك ويلكم تو ووكومرس يو ار اولموست ريدي to start selling خلاص يبقى انا لو كده لو نزلت تحت بيقول لك هنا انستول uh, install بيجز uh, هنبص عليها دلوقتي او بيقول لك سكيب بلاش نعمل سكيب لان طبعا احنا محتاجين الجزئيه دي طبعا هنا لو نجينا نزلنا تحت نلاقي في اثنين بانل قلنا uh, زادوا على السايد بار بتاعتنا اللي هي الووكومرس بتاعتنا اللي في الاوردرز الريبورتس السيتنج الحاجات دي كلها وطبعا وطبعا هنا جاي لنا البرودكتس بتاعنا اللي هي برودكتس اد برودكت الكاتيجوري بتاعتنا والحاجات دي كلها هنبص على الحاجات دي كلها ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله بس المره دي عايزين زي ما قلنا عايزين ناخد روح البلاجنز ازاي هنبص على الجزئيه دي طبعا احنا قبل ما نيجي نعمل هنا الانستول عايزين نروح نبص على البيجز بتاعتنا هنلاقي طبعا هنا عندنا بيج واحده اللي هي السيمبل بيج بتاعتنا طبعا هنا هيجي يقول لك انستول البيجز بتاعنا يبقى هنيجي هنا نعمل كليك كاهن تمام طبعا هو هنا بياخد الوقت بتاعه هنا خلاص يبقى ويلكم تو ووكومرس طبعا هنا اهو بيبدا uh, نفس اللي انت شايفه بالظبط هنا اهو uh, زي الويلكم سكرين بتاعت وورد طبعا هنا واتس ذا نيو بتبدا تشوف الابديت اللي حصل الكلام ده كله الشغل اللي بقى بتاعه والترانسليشن والحاجات دي كلها دي طبعا انت ممكن تبص عليها بس احنا لو رجعنا تاني للبيجز بتاعتنا هنلاقي هنا ان ووكومرس عامل لنا كارت عامل لنا تشيك اوت عامل لنا ماي اكونت عامل لنا هنا الشوب طبعا احنا ممكن نغير الاسامي الحاجات دي كلها هنبص عليها دلوقتي بس احنا لو دخلنا على كل آه بيج لينا هنلاقي WooCommerce عامل زي الشورت يعني احنا هنا لو دخلنا هنا للكارت بتاعتنا هنلاقي هنا ان WooCommerce حاطط لنا الشورت كات بتاعه WooCommerce اندر سكور كارت الجزئيه دي احنا ممكن نستعملها في اي جزئيه احنا ممكن ناخدها لديف ممكن ناخدها لجزئيه معينه مش لازم البيج كلها دي طبعا حاجه براحتنا احنا لو رحنا تاني على البيجز كلها هنلاقي طبعا هنا WooCommerce اندر سكور كارت لو رحنا على مثلا التشيك اوت هنلاقي برده نفس النظام WooCommerce اندر تشيك اوت هنروح نكمل ونشوف بقيه البيجز بتاعتنا طبعا هنا اهو هتلاقي ماي اكونت يبقى احنا بصينا هنا وبصينا على ووكومرس اندرسكور ماي اندرسكور اكونت واخر حاجه خالص طبعا اللي هي الشوب دي طبعا جزئيه مش هتلاقي فيها اي حاجه خالص بس هي هتبقى الشوب بتاعتنا هنا هو يعني لو احنا لو دخلنا دلوقتي للبيج دي مش هنلاقي فيها اي حاجه خالص دي طبعا لان بو دي الجزئيه دي طبعا ديفلوبر هنبقى نتكلم عليها بس بعدين خالص طبعا هنا هو ممكن انت لو عايز تعمل ستايل لنفسك بعد كده هنا اهو زي ما احنا عارفين ان احنا ممكن ناخد التامبلت بتاعنا ممكن نعمل تمبلت جديد للبيج بتاعتنا وبعد كده بنيجي نختار التامبلت من هنا ومن هنا اهو نب... بنبدا نغير الشغل بتاعنا او الفريم بتاعنا التامبلت بتاعنا شكله عامل ازاي بس انا هسيب كل حاجه زي ما هي وهطلع بره تاني على اساس ان احنا كده بصينا للشغل بتاعنا ولو جينا هنا بصينا للشغل بتاعنا وجينا هنا اهو وعملنا زي ريفرش هنا اهو هنلاقي هنا الكارت بتاعنا هنلاقي هنا التشيك اوت هنلاقي هنا الماي اكونت السيمبل الحاجات دي كلها زي ما قلنا احنا عايزين نبص على ووكامر شكله عامل ازاي لما نيجي نشتغل عليه طبعا الجزئيه دي في ناس كتير قوي ما تعرفهاش فاحنا هنروح نبص عليها هنروح على تولز هنروح على امبورت طبعا اول حاجه احنا عايزين نعمل امبورت طبعا ووكومرز عامل لك زي فايل ديمو انت ممكن تبدا تشتغل عليه وتبدا تشوف الستايل بتاعك عامل ازاي الاوبشن اللي هو مديهولك الحاجات دي كلها بس طبعا الحاجات دي كلها لازم نعمل لها امبورت ولو اول مره احنا طبعا لسه شغالين على وورد يبقى عايزين نعمل نسطب البلجنز بتاعنا اللي هو الامبورت الامبورتر بتاعنا وهنيجي هنا نقول انستول خلاص كده اكتف وهنا عايزين نبص طبعا هنا جالك البيج وان امبورت وورد طبعا هنا عايزين نبص على الامثله اللي وو كامرز نفسه عاملها لنا طبعا يبقى انا هنا هروح على آه بستاند كيز اللي هي التشويس فولدر طبعا وهاجي هنا اهو يبقى انا هروح على اللهم صل على النبي على السي بتاعتي وبعد كده على الاكسامب وبعد كده على الاتش تي دوكس وبعد كده هنزل على وو كامرز واحد وبعد كده هنخش على الكونتنت ثيم uh, لا هنطلع من الثيم هنخش على بلجنز ومن بلجنز على ووكامرز ووكامرز هنا الديمو بتاعتنا هنلاقي هنا في فايل اللي هو الاكس ام ال ديمو داش داتا دوت اكس ام ال هعمل عليه كليكاية وهو ده اللي انا عايزه بالظبط خلاص كده تمام هنا بيقول لك ابلود فايل اند امبورت تمام طبعا هنا بيقول لك طيب انت عايزه مين اللي, اللي مين اللي صاحب الموضوع ده طبعا هنا انت ممكن تكتب اسم او ممكن بتختار الادمن طبعا انا عامل ادمن وهنا وهنا بيقول لك داونلود كل الاتاتشمنت على اساس ان في حاجات لسه اه على الانترنت احنا ممكن ناخدها اللي هي زي ال الايمجز والحاجات دي كلها طبعا هنا هنستنى بقى شويه لغايه كل الامبورت بتاعتنا ما يخلص طبعا اول ما يعمل الامبورت كامل ومفيش اي مشكله هيقول لك اول هاف تمام كده يبقى احنا كده تمام لو جينا هنا وعملنا ريفرش للموقع بتاعنا طبعا كل حاجه زي ما هي بس احنا لو رحنا دلوقتي على الشوب هنلاقي طبعا هنا في اه في اه في برودكت اه موجود عندنا احنا ممكن نخش طبعا احنا ممكن نعمله هنا الصورت اللي احنا ممكن نختار عايزين نعمله بوبولاريتي افريج Uh, في ايه تاني اللهم صل على النبي هنا popularity average ال newest from low آه uh, begin from low to high high to low الحاجات دي كلها طبعا هنا لو بصينا ان احنا عايزين نبص مثلا على البرودكت ده لا هنقول مش لا مش عايزين نعمل له add to, uh, add to cart عايزين نخش جوه البرودكت نفسه أو الحاجة اللي احنا هنشتريها يعني وهنا طبعا عندنا الديسكريبشن بتاعنا طبعا هنا اد كارت ممكن نزود من واحد لكذا واحد طبعا هنا عندنا الديسكريبشن بتاعنا عندنا الريفيو طبعا الناس اللي بتبص على الشغل بتاعنا وشكله عامل ازاي طبعا هنا انت ممكن بعد كده لو انت جاي زاير الكلام ده كله ممكن تعمل لوج ان وبعد كده بتعمل اد ريفيو وبتختار الريفيو بتاعتك شكل عامل ازاي والكومنتس طبعا لما نيجي نعمل كليكاية كل الصور بتاعتنا بتظهر في زي فانسي بوكس او لايت بوكس طبعا هقفل الجزئية دي خالص وعايزين نطلع تاني للشوب لو جينا نزلنا تحت هنلاقي عندنا الباجينيشن بتاعتنا ممكن نخش على اساس ان احنا ممكن نغير من جزئيه لجزئيه الحاجات دي كلها طبعا هنا هن هنا هن هنا هنيجي نقول اد تو طبعا زي ما احنا شايفين الافكت بتاعنا بيبقى جاي عامل ازاي طبعا هنا خلاص اد تو كارت خلاص تمام واحنا طبعا هنا بعد ما هنيجي نختار دون اد تو كارت برضو تمام كده يبقى احنا كده عايزين نروح بعد كده نقول فيو طبعا من اي واحده من هنا بنيجي نقول فيو وطبعا من ان هو بيجي لك بقى البيتش بتاعنا اللي هي الكارت بتاعتنا هنا بيجي لك الاوبشن بتاعك اللي احنا اه احنا اشترينا قد ايه ممكن نزود ننقص الكلام ده كله الحاجات دي كلها طبعا هنا بيقول لك يو maybe اللي هو زي هو انا مش فاكر اسمها ايه بس اللي هو زي البوست اللي تحت ممكن انت يعني تبص على كذا بوست زياده الحاجات دي كلها Related post بوست uh, طبعا هنا اهو ممكن بعد كده نعمل تشيك اوت او ابديت او الكلام ده كله على اساس ان احنا بعد كده بنروح على احنا لو رحنا هنا هو. على تشيك اوت هنلاقي نفسنا هنا في البيج بتاعه التشيك اوت طبعا احنا هنا في نفس الموقع بتاعنا التشيك اوت بتاعنا ظاهر كل حاجه ظاهره قدامنا كل حاجه في نفس الموقع طيب احنا بصينا كده على التشيك اوت بتاعنا بصينا على الحاجات البدائيات عايزين برضو نبص على شويه حاجات برضو بدائيات جوه الباك اند بتاعنا او الـ الـ البيج بتاعتنا البانل بتاعتنا طبعا هنا زي ما قلنا هنا الباك اند طبعا هنا الاثنين بانل اللي هنبص عليهم عايزين برضو نبص على الابييرنس طبعا هنا لو رحنا على المنيو بتاعنا احنا ممكن نعمل كاستمايز او ممكن نغير شكل المنيو بتاعنا زي ما احنا عارفين يعني احنا لو رحنا الوقت على البيج بتاعنا طبعا هنا احنا لازم نعمل منيو جديد طبعا هنقول هنا ومثلا منيو اه وهنحط في النص كده داش يبقى كده تمام ونقول له من هنا طبعا احنا عندنا كل البيج اللي احنا ممكن نستخدمها طبعا انا اقول هنا عايز دي وعايز دي ودي ودي وهنقول اد تو منيو ومن هنا طبعا انا ببدأ اغير الشوب بتاعي طبعا انا هعمل هنا الشوب الاول هعمل هنا الكارت تاني واحدة او هخلي ماي اكونت مثلا تاني واحدة وبعد كده الكارت وبعد كده التشيك اوت انا ممكن اجي هنا اهو واقول هنا مثلا عايزه مش هخليها الشوب هخليها مثلا ستور طبعا انا بغير الاسم زي ما انا عايز وبعد كده هقول سيف منيو وبعد كده طبعا مش هنسى ان انا هروح على manage location على اساس ان انا أه بقول هنا ان انا عايز ال top primary يبقى هنا ال و menu اللي انا لسه عاملينه وطبعا هنروح هنا اهو احنا كده لو روحنا هنا وعملنا refresh هنلاقي المنيو اللي احنا عاملينه وبالظبط طبعا الستور بتاعنا كل حاجه تمام طبعا هنا هو لو انا رحت عايزين بس نظبط شويه حاجات اه هروح هنا اول حاجه على السيتنج بتاعتي وهروح على الريدنج على اساس ان احنا عايزين نقول هنا ان الهوم بيج بتاعتنا هتبقى الفرونت اند اللي هي تبقى الشوب بتاعتنا وبعد كده نقول اوكي طبعا انا هاجي هنا على اخر حاجه خالص على اساس ان احنا عايزين نبص بعد كده على الويدجت لان طبعا لو هنبص و كامرز مدينا طبعا ويدجت كتير قوي احنا ممكن نختار منها اللي احنا عايزينه طبعا هنا احنا ممكن نقول الـ هنشيل الـ كل الجزئيه دي مش عايزين الحاجات دي كلها وهنروح هنقول ان احنا عايزين الو كارتس طبعا هنا هتلاقي عندك اه و كارتس طبعا ده الكارت بتاعك وطبعا هنا الليرت طبعا شو كاستم اتريبيوت اه ويجت طبعا من الاول للاخر بيبص من الاول الجديد للقديم الحاجات دي كلها وطبعا هنا الفلتر بتاعك طبعا هنا البرودكت بتاعك هنا البرايس فلتر البرودكت برضو طبعا انت ممكن تقرا الديسكربشن البسيط دون وهنا طبعا برودكت مش عارف ايه الحاجات دي كلها توب توب برودكت احنا هناخد بس الكارت بتاعنا وهنطلع فوق طبعا احنا هنا بنحط المنيو بتاعنا على اساس ان احنا بنبص جنب الشوبينج كارت بتاعنا على اساس ان احنا بدل ما نقول فيو كارت يبقى كل حاجه قدامنا طبعا هنا التايتل بتاعنا هنا ممكن نقول الكارت بتاعنا او الفيو كارت بتاعنا دي حاجه براحتنا هنقوله هنا بس سيف وبعد كده لو رحنا هنا وعملنا ريفريش دلوقتي هنلاقي هنا في الجزء الشمال بتاعنا طبعا كل حاجه اختفت من عندنا طبعا هنا بقى عندنا الكارت بتاعنا احنا ممكن نعمل هنا اد تو كارت هنلاقي طبعا الجزئيه دي عمل اد تو كارت وهنا طبعا الفيو كارت بتاعنا او بنقول له تشيك اوت على طول يبقى احنا كده جايين على البيج للتشيك اوت تاني ولو روحنا هنا على البيج بتاعتنا على اساس ان احنا عايزين نبص على البرودكت اللي موجود يبقى نروح على البرودكت بتاعنا هنلاقي عندنا برودكت كتير هنخش بس على البرودكت على اساس ان احنا عايزين نبص الشوبنج كارت شغال ازاي او انا شغال الحاجات دي ازاي طبعا زي ما احنا شايفين احنا في زي بوست عادي جدا هنا التايتل هنا الديسكربشن في شويه حاجات هي دي الحاجات اللي احنا عايزين نبص عليها المره الجايه طبعا هنا الايمجز بتاعتنا الحاجات دي كلها الجزئيه دي طبعا من الاول مره الجايه عايزين نعمل برودكت جديد بس طبعا قبل ما نعمل برودكت جديد لازم نبص على الاوبشن اللي مديهولنا ووكومرز وو وهي دي الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها المره الجايه فهقول لكم بس سلام مؤقت واشوفكم المره الجايه يلا سلام يا عرب